متداولين الأعزاء، مرحبا بكم. إليكم ملخص يوم الخميس عن أسواق العملات. الين الياباني قويا نسبيا في حين أن عملات المخاطر ضعيفة خصوصا عملات السلع. زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي اخترق أدنى مستوى الدعم عند مستوى 1.1063 ويبدو أكثر هبوطا. زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني يبدو أكثر هبوطا بعد أن فشل في الاختراق فوق مستوى 109 نقاط يوم الثلاثاء. يواجه زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي بعض الضعف مع مقاومة جديدة أدنى عند مستوى 1.2859، مما يشير إلى المزيد من الهبوط. هذا هو تقريرنا لهذا اليوم. طاب نهاركم، نلقاكم غداً.